بسم الله الرحمن الرحيم. بالأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، حقيقة لا تدفع أبدا، ويقين لا يشك فيه أبدا، إنه الموت. إنه الموت. الناس يعيشون في هذه الحياة ولا يفكرون في الموت أبدا. كم يبنون من دور ولكنهم لا يجهزون أحوالهم للقبور. فنحن اليوم نحمل غيرنا، وغدا يحملنا غيرنا، وهذا التراب الذي نسير عليه ونطأه بأقدامنا ونعالنا ما هو إلا ذرات تراب أجساد بالية، ولكن لا ندري متى وأين وكيف يكون الموت، لأنه من جملة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. والناس لو عملوا لما بعد الموت لصلحت دنياهم، ولكنهم لا يفكرون إلا في الزائل الفاني، لا يفكرون في النعيم الباقي، وإنما يفكرون في الزخرف الزائل الفاني. والقريب العاقل النجيب هو الذي يعمل للباقي لا يعمل للفاني. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال بعض السلف: لو كانت الدنيا من خزف، لو كانت الدنيا من ذهب يبلى، والآخرة من خزف يبقى، لكان طلب ما يبقى خير على طلب ما يبلى. لو كانت الدنيا ذهب يفنى، الدنيا ذهب يفنى، والآخرة خزف فخار الذي يصنع منه القلل والبلاليص
غير ذلك. لو كانت الآخرة خزف يبقى لكان طلب ما يبقى خير من طلب ما يفنى. فما بالكم والآخرة خير من الذهب الذي يبقى، والدنيا أحقر من الخزف الذي يبلى. سبحان الملك، أفلا نتدبر هذا الأمر؟ لو وقفنا على مثل قول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سبحان الملك. إنما انظر كيف مثل ربك الحياة الدنيا، والأمثلة يضربها ربنا عز وجل ليعقلها الناس، ليعقلها الناس فيتعظوا بها، وليروا الحكم البالغة التي جعلها ربنا سبحانه في هذه الأمثال. وتلك الأمثال نبينها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال يضربها الله ويبينها ربنا لكي تكون لنا عبرة وفيها حكمة. فبين ربنا عز وجل أن هذه الحياة الدنيا مثلها كمثل هذا الماء الذي أنزله من السماء. لماذا شبه ربنا عز وجل الدنيا بالماء؟ لأن الماء من صفته أنه لا يبقى ولكنه يذهب ويفنى، أليس كذلك؟ فإذا نزل في الرمل ساح في ذرات الرمل، وإذا نزل في الطين اختلط بذرات الطين، فليس هناك ماء يبقى، ليس هناك ماء يبقى. فكذلك الدنيا لا تبقى. أيضا الماء يتحول ويتنقل، فالماء ليس على حال واحدة، يمكن أن ينزل الماء في هذا المكان ثم ينزل في هذا المكان ثم ينزل في هذا المكان ثم ينزل في هذا المكان، أو ينزل في فصل دون فصل، أو في وقت دون وقت، ولكن لا ينزل الماء دوما، وإنما يتنقل ويتغير. وكذلك الدنيا لا تثبت لأصحابها ولا تدوم لأهلها، فليس الصحيح فيها صحيحا وليس الغني فيها غنيا. فكم من صحيح ثم صار بعد ذلك مريضا، وكم من غني صار بعد ذلك فقيرا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. في نكت الهميان، في أخبار العميان لرجل مؤرخ يسمى الصفدي، ذكر بعض أخبار العميان ممن كانوا أمراء وخلفاء ثم تقلبت بهم الأحوال وتبدلت بهم الأطباق. كان خليفة يسلم عليه بالإمرة: السلام عليك يا أمير المؤمنين، يقود الجيوش ويولي الأمراء والعمال ويؤم الناس في المجامع والأعياد والمحافل،
ويسوس الناس ويقود الأمة من الشرق إلى الغرب. عنده القصور الكثيرة والعبيد الكثر والجواري العديدة، أملاكه كثيرة لا تعد من كثرتها. ما الذي حدث له؟ الذي حدث له أن بعض عبيده ومماليكه تألبوا عليه وهجموا عليه وسلبوا منه الملك ورموه بعد ذلك في المطبق سجن تحت الأرض، وتركوه حتى ذهب بصره، ثم أخرجوه فكان يتكفف الناس يسألهم الدرهم والدينار. يا إلهي، سبحان الله. تصور واحد رئيس جمهورية يبقى بعد كده شحات، تتصور المسألة دي؟ أهو الخليفة كان أحسن من رئيس جمهورية، وبعدين بعد ذلك يقف عند أبواب المساجد حسن لله يا ناس. يا سبحان الله، هذه الدنيا تتبدل وتتغير. فهكذا حال الماء، فالماء يتغير ويتبدل ويتحول، وكذلك الدنيا تتبدل وتتغير وتتحول. إنما مثل الحياة الدنيا. ثم انظر، صور ربنا عز وجل الحياة بأنها دنيا، أي أقل من الآخرة، أي أحقر من الآخرة. يا أيها الأحباب، إن آخر رجل يدخل الجنة، آخر رجل يدخل الجنة، آخر رجل يدخل الجنة، مقامه في الجنة قدر الدنيا وعشرة أمثالها. سبحان الله. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما نعيما وملكا كثيرا. يا إلهي، إن شجرة في الجنة يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام لا ينتهي من ظلها. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام: واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. يا إلهي، شجرة في الجنة تركب الفرس المجد وتجري في ظلها 100 عام لا تنتهي من ظل الشجرة. يا إلهي، كيف تكون هذه الشجرة وكيف يكون حجمها؟ وإذا حدثتك عن قصور الجنة المصنوعة من اللؤلؤ، وعن تربة الجنة التي هي من الذهب، وعن غراس الجنة، وعن شراب أهل الجنة، وعن طعام أهل الجنة، وعن النعيم المقيم لأهل الجنة، ثم أفضل نعيم أن يتبدى لهم ربنا فينظرون إلى الله، الله الذي كانوا يعبدونه في الدنيا. قال الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما المجرمون المفرطون البغاة الفجار، ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يا إلهي، إذا أنت في الدنيا عاوز إيه في الدنيا؟ عاوز تحجب عن الله؟ عاوز تحجب عن الله؟ أتريد أن تغمس في النار؟ تقول: لا، أنا لن أدخل النار الكبرى، لأن النار الكبرى للكفار، أما النار الصغرى فهي للعصاة من المسلمين، كما قال غير واحد من أهل العلم كالفراء وغيره. جميل. هل أنت تقدر على هذه النار؟ هل أنت تقدر أن تضع نفسك في فرن الخبز؟ أتعرفون فرن الخبز اللي بنشتري منه العيش؟ شوف النار عاملة ازاي. بيت النار دي تقدر تدخل جوه وتقفل على نفسك ثانية واحدة؟ تقدر؟ مين اللي يقدر؟ مفيش حد. وهذه النار
التي لا تقدر أن تدخلها ثوان بغمض العين لا تساوي شيئا في نار جهنم. لمثل هذا فليعمل العاملون. إن الله تبارك وتعالى يجازي كل عامل بعمله ولا يظلم ربك أحدا، والجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلماذا يستمسك الناس بالدنيا فيفكرون فيها ليل نهار صبح مساء، وفي الحقيقة لن يخرجوا من الدنيا إلا بما هو مقسوم لهم. قال رسول ربكم وحبيب ربكم صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها. مسألتان تشكلان تفكير الإنسان في ذلك العصر: حرصه على الرزق وحرصه على الحياة، الأجل، العمر. سبحان الله، خايف على نفسك قوي وبتحب الرزق قوي، عاوز تعلو وتعلو وتعلو وتعلو، ويعطيك الله وتريد المزيد. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال علي رضي الله تعالى عنه: كونوا من طلاب الآخرة ولا تكونوا من طلاب الدنيا. كونوا من طلاب الآخرة أيها المسلمون، كونوا من طلاب الآخرة ولا تكونوا من طلاب الدنيا. من جعل الدنيا همة، من جعل الدنيا همة، يجعل إيرادات في الدنيا وهموم في الدنيا وأسباب وجوده في الدنيا هي الدنيا، لا يفكر إلا في الدنيا، يريد المال من أجل الدنيا، ويريد الزواج من أجل الدنيا، ويريد الأولاد من أجل الدنيا، ويريد الانتقال من أجل الدنيا. حظوظ الدنيا هي التي توجهه، إنه في الحقيقة عبد للدنيا ليس عبدا لله. فمن جعل الدنيا هما، يا إلهي ملكت الدنيا قلبه وأصبحت مسيطرة على عقله وصار أسيرا لدنياه وجاريا في هواه وعاصيا لمولاه، من كان ذلك حاله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرق الله عليه شملة. يا إلهي فرق الله عليه شملة، لا يرضى أبدا ولا يقنع أبدا. والله يا إخواني، أحد الأثرياء كان جالسا، كنا في مناسبة عزاء، وكان جالسا مع بعض الناس فسمعته يقول: الحمد لله مستورة مستورة، أنا لا أملك إلا 1000 متر في التجمع الفلاني، هذا تجمع المتر فيه يساوي 50 إلى 100 ألف جنيه، عنده 1000 متر في هذا المكان، وثلاث صيدليات ومخزنين أدوية وثلاث عمارات وفيلتين، والحمد لله مستورة. مستورة؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ يا إلهي بعد هذا جميعا مستورة؟ يا إلهي، كأنه يقول: أنا كده يعني على الأد. يا رب العالمين، يا رب العالمين مستورة.
ربنا يسترنا جميعا. من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله دائما شارد الذهن مشتت الفؤاد دائما هو غير راض غير قانع غير سعيد، ينظر إلى الناس، ينظر إلى أحوالهم، لا ينظر إلى من هو تحته، وإنما ينظر دائما إلى من هو فوقه. قلبه متغيظ، قلبه مريض، قلبه غير منكسر لله، وإنما قلبه منكسر لهواه. فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. يا إلهي، ما المقصود بأن يكون الفقر بين عينيه؟ أي أن يكون الفقر قريبا، فقر قريب أوي، فقر قريب أوي. سبحان الله، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه الله له. مهما تجري مهما تجري. كان بعض السلف يحكي لأولاده قصة عجيبة، قصة عجيبة. ما هذه القصة؟ كان له والد، ووالده هذا رجل مسن مقعد، يحتاج إلى من يحمله ويطعمه ويحركه ويزجي أوقاته. فكان له ثلاثة أولاد. قال أحدهم لإخوته: إن خدمة أبي بركة وحسنة عظيمة، فمن يخدم أبي ليس له ميراث. فهم عجيب، يبقى أنا أقعد ليل ونهار في خدمة أبوي، أدخله الدورة وحميه وأكله وشربه، وفي مقابل الخدمة دي ما ياخدش حاجة من الميراث؟ ده احنا بنجد غير كده تماما. التليفون يضرب علي: يا عم الشيخ، أبويا كان عندي في البيت وكان لي أخوات، بس إخواتي أهملوا أبويا وأنا اللي كنت قائم على أبي، هل ممكن أخد جزء زيادة في الميراث؟ مش الكلام ده بيحصل؟ بيحصل ما بيحصلش؟ بيحصل. في مقابل أنه كان خادما لأبيه المسن يريد أن يأخذ زيادة في الميراث. أما الصالحون فيجعلون أن خدمة الآباء حسنات ودرجات ومقامات عند الله أفضل من أموال الدنيا، فليأخذ المقامات والدرجات والحسنات ما ياخدش ميراث. إخواته قالوا له: خلاص نطبق الكلام ده عليك، خليك أنت في خدمة أبوك وليس لك شيء في الميراث. قال لهم: أفعل، أفعل هذا الكلام. وبالفعل هذا الرجل الصالح كان في خدمة أبيه، يقوم عليه، يدخله الحلاء ويغسله ويوضئه ويطعمه ويسقيه ويكسيه، ويقوم على خدمته أحسن خدمة دون أن يتبرم. مكث على ذلك سنين، ثم مات الأب وأخذ الأولاد الميراث ولم يتركوا لأخيهم شيئا. بينما هو نائم أتاه آت في المنام، قال له: احفر المكان الفلاني في البيت، هناك 1000 دينار، خذها. فقال: أهي من حلال؟ فقيل له: لا. قال: لا حاجة لي بها. سبحان الله، كان فقيرا معدما، في المنام احفر المكان الفلاني هتلاقي 1000 دينار. يعني دلوقتي تساوي مثلا يجي 200,000 جنيه أو 250,000 جنيه، ما شاء الله. لو كان واحد من زي حالاتنا يقول أحفر، هيخس علي حاجة؟ لشدة تعلقنا بالدنيا. زي الرجل اللي كان نايم فرأى في المنام أن آت يعطيه 100 جنيه، فقال له: أنا لازم 1000 جنيه. ففتح عينه اتلاقيده فاضية ما فيش فيها حاجة، فغمض عينيه قال له: هات له 10 جنيه. سبحان الله، هذا لشدة استمساكنا بالدنيا. في الليلة التالية
أتى إليه الآتي قال له احفر المكان الفلاني ستجد هناك 500 دينار. قال من حلال؟ قال لا. قال لا حاجة لي بها. في اليوم العاشر قيل له احفر المكان الفلاني ستجد فيه دينارا. قال أمن حلال؟ قيل له نعم. فلما استيقظ حفر المكان فوجد الدينار، ذهب إلى السوق فاشترى به سمكتين بالدينار، أخذ سمكتين لزوجته، فلما فتحت بطن إحداهما وجدت فيها جوهرة. جوهرة، هذه الجوهرة كان يبحث عنها ملك البلاد، فلما علم بحاله اشتراها منه بعدل 30 بغلا من الذهب. سبحان الله. ثم السمكة الثانية كانت بها أيضا جوهرة، فاشتراها منه بعدلي 60 بغلا من الذهب، فكان من الأثرياء. وهذا كله لماذا؟ لأنه قدم العمل الصالح على ماذا؟ على الدنيا، فأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن جعل الآخرة همه، ومن جعل الآخرة همه. من فينا بيفكر في الموت؟ من منا ذهب إلى المقابر ونظر إلى القبر ووقف على شفيره وقال سأوضع هنا يوما، فهل أعددت لهذا اليوم؟ من منا فكر ذلك؟ من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله. انظر، جمع الله عليه شمله، وإيه كمان؟ وجعل غناه في قلبه. يا سلام، الرضا والقناعة والسعادة. يا إلهي، تجد رجل بسيط تقول له أحوالك، يقول لك أنعانا ورضيا وما شاء الله، احنا ملوك الأرض. والرجل لا يأكل في اليوم إلا طبق فول وطبق عدس أو طبق عسل، ويقول أنعانا مبسوطة ما شاء الله، وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة. الإنسان والله يا إخواني لما ينظر في أحوال الناس يجد الدنيا كالماء متقلبة مضطربة. أعلم ناسا كانوا غاية الثراء صاروا الآن غاية الفقر، غاية الفقر. يجي لك واحد يقول لك يا شيخ والله من عارف أدفع وصل المية ب32 جنيه، مش عارف يدفع وصل المية، وكان عنده سيارات مرسيدس بتجيله رأسا من ألمانيا، وعنده مصانع هنا وهناك، وكان يسافر هنا وهناك، تقلبت به الأحوال وصار فقيرا معدما. والله كنت أعلم رجلا كان بيصلح الأبائيب أعزكم الله، جايز الشباب بتوع اليومين دول مش عارفين الأبائيب، خشبة بتتمصمر فيها جلدة، وكنا نذهب بالأبائيب إلى المدارس ونحن صغار. الرجل ده كان بيصلح أبائيب، الآن أحد المليونيرات الكبار. سبحان الله، سبحان الملك. إنما مثل الحياة الدنيا كما إذا المية دي لا تثبت لأحد، والمية دي مختلفة متنوعة أحوالها غير ثابتة. أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. هشيما، الهشيم هو النبات اليابس الضعيف الذي يقبل التكسر، الذي يقبل التكسر. وهذا إشارة إلى حال الإنسان. الإنسان يولد ثم بعد ذلك يكبر، يبقى فتى ويشب، يبقى شاب، يكبر يبقى كهل وشيخ وعجوز، ثم بعد ذلك يأتيه ماذا؟ يأتيه الموت. سبحان الله.
زي النبات بالضبط. النبات أول ما يطلع تجد أخضر مربرب شكله جميل، وتجد الفلاح يمشي في وسط الأرض كده الخضرة قلبه يتردله سعادة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعدين بعد كده يكبر الزرع ويكبر الزرع، وبعدين يصفر وبعدين ينشف وبعدين يدبل ويتكسر الزرع، كذلك حال الإنسان. فكلما ازدادت عافيتك فاعلم أن هذه بداية نهايتك، كلما ازدادت قوتك وكثر ثراؤك اعلم أن هذه بداية نهايتك، فاستعد أيها الإنسان، فاستعد أيها الإنسان. ثم قال تذروه الرياح، هذه الرياح تذروه أي بعد أن يتكسر تأخذه هنا وهناك فيتبعثر هنا وهناك ويصير أثرا بعد عين، خلاص لا قيمة له. وكذلك الإنسان يبقى له قيمة، يمشي على رجليه، يتكلم، يأكل، يصافح، يضحك، مش عارف ايه، بعد ذلك يكبر في السن يرقد ما يعرفش يتحرك، يجي يقوم على ايديه ورجليه ويزحف على ركبه، وبعدين يتقدم به العمر شوية في شوية يموت، وبعد ما يموت يدفن، وبعدين بعد كده يتحلل ويبقى بعد كده تراب، والتراب يتبعثر هنا وهناك. يا إلهي أين أجدادنا؟ أين عاد؟ أين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ أين هم هؤلاء العماليق الذين شقوا الجبال وجعلوا منها قصورا أمنوا فيها من الحر والبرد ومن بأس الأعداء؟ أين هم؟ أين هم؟ طواهم الثرى وصاروا أثرا بعد عين. وكذلك نحن أيها الأحباب، هذه الوجوه الناضرة وهذه الأجساد المتحركة وهذه اللحوم التي كست العظام وهذه العظام التي كونت هيكلك، هذا كله سيكون ترابا يتبعثر هنا وهناك. فهل فكرت في هذه النهاية؟ ثم قال الله وكان الله على كل شيء مقتدرا، مقتدرا قادر عليك. إياك أن تنسى ربك، إياك أن تظن أنك قوي فتنسى القوي، وأن تظن أنك غني فتنسى الغني، فأنت مهما أوتيت فأنت ضعيف ومهما أوتيت فأنت فقير. يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سبحان الملك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قلب، القلب الذي يتعظ والقلب الذي يقبل والقلب الذي ينفعل، هذا القلب الذي خوطب بهذا الخطاب إذا اتعظ وتذكر ولان وخشع نفعته هذه الموعظة. ثم قال ربنا عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. انظر، المال والبنون، المال، المال والبنون، المال الزينة، 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 المال والولد القوة، الزينة والقوة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. من صفات الزينة أنها ثانية، ومن صفات الزينة أنها تخدع
المغفلين وتخدع غير العقلاء. زينة زي الولد الصغير، لو ضربته واديت له مصاصة يضحك ويبتسم ولا كأن أي حاجة، لأن هو عقله على قده. فكذلك الذي يغتر بزينة الدنيا يبقى زي الطفل الصغير اللي بيتلهى بالمصاصة. ده مثل بسيط. يا ترى هل أنت تريد أن يكون هذا حالك؟ فالولد به النفع والمال به الدفع، وكلاهما زينة، وكلاهما زينة، المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات. إذن في مقابل الزينة هناك الباقيات الصالحات. هناك أقوال كثيرة في معنى الباقيات الصالحات، ولكن من الأقوال الجامعة أن الباقيات الصالحات هي أعمال الخير والبر. أعمال الخير والبر هي الباقية، لأن البر أو الخير إذا أطلق كان دالا على كل محبوب يحبه الله تعالى ويرضاه. إذن كل الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضاها هي عبادة، وهي خير، وهي بر. ولذلك ذكر ربنا عز وجل الدين تحت البر، فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الآية إلى نهايتها. فشملت هذه الآية أعمال الخير الظاهرة والباطنة. ولذلك بوب البخاري عليه رحمة الله على هذه الآية بأن البر هو الإيمان. البر هو الإيمان، البر هو الإيمان، مقام عال في دين الله عز وجل. والباقيات الصالحات. إذن الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزواج لوجه الله وإنجاب الأولاد بالنية الصالحة وزيارة المرضى وإغاثة الملهوف وحمل المكروب وإعانة المحتاج، كل هذا وغيره من جملة الباقي المدخر لك عند الله عز وجل. والباقيات الصالحات. العمل حتى يكون صالحا لا بد له من شرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله. العمل حتى يكون صالحا لا بد أن يكون خالصا لوجه الله. الأمر الثاني لا بد أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أسأل إخواني الذين أتوا إلى هذا المكان، يا ترى هل سفركم وتعبكم وجهدكم هو من جملة أعمالكم الصالحة؟ هل استحضرتم نية صالحة في هذا العمل؟ هل أتيتم إلى هذا المكان تبتغون وجه الله عز وجل، أم تبتغون الثناء من الناس والمنزلة عند الخلق؟ لماذا أتيتم إلى هذا المكان؟ هل أتيتم احتسابا وتصديقا وإيمانا وسنة، أم أتيتم أشرا وبطرا
وفخرا وعجبا ورياء، لابد للعمل أن يكون صالحا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسره بعض السلف أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. فالعمل لا يكون خالصا إلا إذا كان لله، ولا يكون صوابا إلا إذا كان موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من جملة الأخبار التي عليها مدار الإسلام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك فسر بعض السلف الإيمان بأنه قول وعمل ونية وسنة. انظر، قول وعمل ونية ليحقق ماذا؟ ليحقق ماذا؟ الإخلاص. وسنة ليحقق ماذا؟ الصواب. إذن الإيمان قول وعمل وصلاح، لأن الصلاح الإخلاص والمتابعة. فالأعمال إذا لم تكن خالصة كانت رياء، وإذا لم تكن صوابا كانت بدعة، وهذان الأمران انحراف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرياء من جنس الشرك، والبدعة هي أعظم من المعصية. فدل ذلك على أن المسلم لابد أن يحترز من هذه الأشياء، ولابد لعمله أن يكون لوجه الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإيمان والاحتساب، فالإيمان هو التصديق بالله عز وجل، والاحتساب أن يبتغي الأجر عند الله. فدل ذلك على أن الأعمال لها مبتدأ ولها منتهى. فمبتدأ الأعمال ومنتهاها من الله وإلى الله، من الله أمرا وإلى الله جزاء، من الله أمرا وإلى الله جزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا من صلى على جنازة ثم تبعها إيمانا واحتسابا حتى تدفن رجع من الأجر وله قيراطان، كل قيراط كجبل أحد. سبحان الملك. إذا طاعات يمكن أن تؤجر من ورائها خير كثير. بماذا؟ بالنية الصالحة والمتابعة الحسنة. نعم. ولذلك لابد أن نتدرب على ذلك الأمر، لابد أن نتدرب على صلاح الأعمال وصلاح الأقوال. مثلا: مات لك جار، مات لك جار. تأمل هذين الموقفين وقل أيهما أفضل. الموقف الأول: سأكون معه عند التغسيل والتكفين وأحمله إلى المسجد ليصلي عليه، ثم أحمله أو أتبعه إلى أن يدفن حتى أرجع ولي من الأجر كقيراطين كل قيراط كجبل أحد. هذا رجل قال هذا الكلام وكانت هذه نيته. الثاني: هيا بنا نكون مع القوم، ده واجب، لابد نعمل الواجب، تعال معانا نروح الواجب ده. إذن يحضر الجنازة ويصلي وراه ويمشي ورا الدفنة، ده كله ايه؟ واجب. واجب يعني ايه؟ يعني ما يصحش ما يعملش كده، عيب ما يعملش كده.
يا ترى أي الموقفين أحسن وأرجع عند الله وأفضل عند الله، الأول ولا الثاني؟ أجيبوني. الأول ولا الثاني؟ الأول. جميل جميل. طيب اختبار ثاني، رجل يريد أن يتزوج امرأة لأن أباها عنده فشل كلوي وفشل كبدي وعنده هبوط في القلب وعنده صمامات متغيرة وعند خلاص خلاص، وهذه البنت الوحيدة وعنده طين كتير بالمصالح بتاع البلد عندكم، عنده طين كتير وبهايم بوابير وما إلى ذلك، فيريد أن يتزوجها حتى تصير هذه الأملاك إليه بعد وفاة الرجل. ده واحد. الثاني يريد أن يتزوجها ليتقوى بهذا المال على مساعدة الفقراء والمساكين وقضاء مصالح المسلمين وخدمة الأمة ونفعها. يا ترى تحب تكون الرجل الأول ولا الثاني؟ الثاني. أجبتم وأحسنتم في هذا الاختبار بالفعل يا أخوانا ولا أنتوا صحيح؟ جد والله جد مصر يعني؟ طيب تمام جميل. أقول لكم شوية اختبارات ولا كافة كده؟ طيب على هذه الوتيرة فقس، لماذا تريد الولد؟ واحد يقول عاوز الولد عشان عندي أرض يفلح في الأرض ويبقى عزوة ويشتال اسم العيلة عشان لما اموت يبقى وراي رجالة العيلة ما تضيعش والناس تعرف ان انا راجل ليه شنة ورنة. ده واحد. التاني اريد الولد لكي يكون صالحا ولكي يكون خادما للإسلام ونافعا للمسلمين، فإذا مت كان عمله الصالح في ميزان حسناتي. يا ترى تحب ابنكم يكون زي الأول ولا الثاني؟ الثاني. تمام ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا يا أحباب لابد أن نتدرب على هذا الأمر أن تكون حياتنا لله. قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وإيه ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له، وإيه كمان؟ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن أيها الحبيب الغالي أنت مأمور أن تتدرب على هذا الصنيع، تأكل لوجه الله وتشرب لوجه الله وتنام لوجه الله وتتزوج لوجه الله وتنجب لوجه الله وتسافر لوجه الله وتذهب إلى الجامعة للمذاكرة لوجه الله أيضا وتتفوق إن هذا كان ميسرا لك لوجه الله وتتزوج لوجه الله وتطلق لوجه الله أيضا وتنجب لوجه الله وتربي ولدك لوجه الله وتريد أن تكون غنيا لوجه الله وتلعب رياضة لوجه الله وتسافر لوجه الله، لابد أن تتعود هذا الأمر. الفارق بين المسلم وغير المسلم أن المسلم صاحب رسالة، لابد أن تكون صاحب رسالة لتتميز عن غيرك، لتتميز عن غيرك. قال الله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وإيه كمان ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلك بماذا؟ بأن تكون عبدا لله، أن تكون مطيعا لمولاك، أن تصل دنياك بأخراك، أن تجعل دنياك معبرا إلى أخراك، أن تفكر دائما في الموت في هذه اللحظة الحاسمة الفارقة التي أنت لا تعرفها وتجهلها، بل هي طي الغيب لا يستطيع أحد أن يطلع عليها، ولو كنت أعلم الغيب
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولكنه لا يعلم الغيب إلا بأمر الله. سبحان الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك، خير عند ربك. إذا ما الذي ينفعك عند الله عز وجل عندما ينتهي كل أثر للدنيا؟ بل إن الدنيا ينتهي أثرها عندما تأتي الدنيا في صورة كبش أملح أقرن. يا مش الدنيا تفنى بس بأثرها، الدنيا بحقيقتها تفنى في صورة كبش أملح أقرن. تأتي الدنيا صور كده خروف كبير، قرون كبيرة، وأملح مليح، وأقرن يعني عظيم القرون. فترفع الدنيا التي في صورة هذا الكبش بين الجنة والنار، ينادى: يا أهل الجنة أتعرفون ما هذا؟ يقولون: إنها الموت. يا أهل النار أتعرفون ما هذا؟ إنها الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. يا ترى هل فكرت في الجنة؟ هل فكرت في الجنة؟ هل خفت من النار؟ هل تذكرت الموت وكيف هي نهايتك؟ هل علمت أن الناس يبعثون على ما يموتون عليه؟ لماذا لم تفكر أن تكون نهايتك نهاية سعيدة؟ كيف؟ أن تكون مع الله، أن تكون مع الله. فإذا مت كانت نهايتك سعيدة. أحد إخواننا بالمنصورة رحم الله أباه، كان أبوه قلبه معلق بالمساجد، كان قلبه معلقا بالمساجد. الرجل أذن في المسجد للعشاء، بيصلي سنة العشاء. انظروا يا إخواني، انظروا إلى هذه النهاية حتى تغبط هذا الرجل. بيكبر، بيصلي سنة العشاء في المسجد، بعد ما أذن العشاء مات الرجل في الصلاة، مات الرجل في الصلاة. ابنه كان سعيد، ليس على وجهه حزن الفراق، ابنه مبسوط، بيتكلم مبسوط، مفتخر بأبيه. نهاية سعيدة، نهاية سعيدة. لم يمت في درة المية، ولم يمت في الغيط، ولم يمت في الشارع، وإنما مات وهو متلبس بطاعة. أحد إخواننا أسأل الله تعالى أن يرحمه، هذا الأخ الحبيب كان في رمضان معتكفا. انظر، كان معتكفا وهو في الاعتكاف أتاه خبر أن أحد المسلمين قد توفي، فطلبوه كي يغسله، فخرج من المعتكف ليغسله. بعد ذلك أخذه في الإسعاف وساق الإسعاف ليوصله إلى بلده، وصلى عليه ودفنه في لحده. انظر الطاعات، يبقى كان صايم وبيقرأ قرآن ومعتكف وغسل الميت وصلى على الميت وراح دفن الميت، وهو راجع أصيب في حادثة فمات. يا سبحان الملك، انظر إلى هذه النهاية. يا إلهي، نهايات سعيدة، نهايات مباركة. لماذا لا نتلبس بالطاعات وتكون الحياة كلها طاعات؟ فنسأل الله تعالى أن يديم حياتنا في الطاعة، وأن يجعل حياتنا موصولة بالطاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.